حلو التكريم اللي صار لمنى واصف من يومين بالسعودية، حفلة جوي أوجود. ليش برأيك مهم مثل تكريم مثل هذا التكريم؟ ليش مهم لمنى؟ أنا شايفته مهم، ما بعرف أنت بعتبره مهم؟ هلا اكيد انا شايفه مهم، شايفه مهم لانه اول شيء هي منى واصف، يعني هي الامراه السوريه اللي هي نموذج للمراه السوريه. والموضوع الثاني انه والسبب الثاني هو انه تكريم عربي، ويعني تكريم بهذا الحجم، يعني المناسبه هي بهذا الحجم. هلا بجوز الناس يعني تختلف معنا، وبعض الناس يختلفوا معنا بتقدير الأهمية، بس أنا بشوف أنه هذا إذا كان هذا التكريم هو سقف وأعلى مرتبة بالتكريمات العربية، فبالتأكيد إذا في حدا بده يتكرم هو منى واصف مو حدا تاني. أعلى سقف بالتكريمات العربية يعني من حيث شو؟ هلأ بتعرفي أنه الحالة العربية عموماً كتير فيها، يعني فيها خفة، بمعنى انه ما في لحد الان جائزه عربيه فنيه ذات قيمه يعتد بها. هلا في مهرجانات بتعملها الدول، يعني مثلا مهرجان التلفزيون بالقاهره، مهرجانات السينما، بس لكن الى حد ما يعني القيمه تبع المهرجانات العربيه مشكوك فيها، لانه بتتدخل فيها المحسوبيات والعلاقات والشلالية وحك اللي لحك لك إلى آخره. بس لكن إذا كان في توجه بأنه يكون هذا الجوي أورد هو النموذج الأعلى للاحتفاء وتقييم الحالة الفنية العربية فليكن، خاصة أنه ممكن يكون في إمكانيات كتير مهمة. هلأ نحن ما بنعرف مين اللجنة اللي عم تختار، هذا كمان جزء من اللي يعني من المشاكل اللي ممكن تنطرح على هذا النوع من التكريمات، انه مين هي اللجنه اللي عم تختار. بس لكن واضح انه في توجه انه يعني محاوله لاسباغ القيمه عليه، اسباغ هيك شخصيه ذات ثقل معين على هذا النوع من التكريم. هلا لما برجع بالهيك الذاكره شوي، يعني عملت لفه على التعليقات اللي صارت على الحفل وعلى غيرها من الحفلات اللي عم تقام بالسعوديه. طبعا في انتقادات كبيره بيواجهها كمان، يعني تشجيع وتأييد كبير من الجمهور العربي عموما. الحلو بالموضوع انه يعني ليش نحن مثلا في حاله هي الاحتفاء بمنى واصف، او السعاده ل يعني صعود فنانه او نجمه كمنى واصف على المسرح، على مسرح عربي، على ستيج عربي لتاخذ جائزه لتاخذ تكريم؟ لانه انا برايي انه رجع ضوى عليها يعني كامراه عظيمه، كقامه يمكن هيك حاول النظام نوعا ما من 2011 لحد الان انه يخلخل صورتها بنظر السوريين. طبعا هذا مستحيل، هذا مستحيل، لانه منى واصف مو بس يعني بشهادتنا نحن، بشهاده كل اللي شافوها وشافوا اعمالها، انه هي جزء من تاريخ التراث السوري. يعني رح تبقى منى واصف صفحه مهمه جدا من كتاب التاريخ السوري لاجيال قادمه. وانا ليش يعني الاجيال القادمه مهم كثير هذا الشيء اللي صار ويصير كمان بعدين، يعني هيك هي القصص الاحتفاء وقصص انه القاء الضوء دائما وانه تكون موجوده دائما تحت الانوار، حتى يشوفوا اولادنا انه هي الاشياء المهمه، يعني هي المحطات المهمه بتاريخ سوريا اللي صنعت جزء منها منى واصف، اللي نرجع يعني هيك نشوفها بأدوارها المهمة بأسعد الوراق وبفيلم الرسالة وغيرهم وغيرهم كتير. ما في عمل عملته منى واصف وانت بتعرف اكثر مني الا كان يعني له اهمية، والا كان هو درس حقيقة بالاداء، سواء كان بالاداء او بس
ليش يعني ومنى واصف حقيقة ظلمت في فترة اجت فيها يعني مورس فيها ظلم هائل على منى واصف، لازم ينحكى عنه بهي المناسبة، هي اجت مناسبة حتى ينحكى عنه، ينحكى كيف تعرضت هي الإنسانة الهائلة الأهمية للإهانة، الإهانة بوطن سوريا اللي هي بتعشقه. ما في لحظة تطلع منى واصف على التلفزيونات إلا وبتحكي عن غرامة بدمشق، عن غرامة بسوريا، عن تعلقها بالشام. وأنا بتذكر لحد الآن، وليش يعني حبينا نطلع نحن اثنين كديو اليوم بهي الحلقة، لأنه اشتغلنا مع بعض بالتلفزيون السوري، وبلشت يعني قبل يعني بلشت شغلي بالإذاعة، فلما كنت بلش يعني روح على الإذاعة على حتى اشتغل حتى بلش الشفت تبعي، كنت التقيها لمنى واصف طالعة مثلا من مبنى التلفزيون من البوابة الزجاجية، وين يحلالة توقف. كنت حب أنا راقبها يعني من عشقها نحن لمنى واصف، فأنا كنت انبسط بشوفتها هي وطالعة إنه أنا جاي، فيعني يسعد هالصباح ست منى هيك بدون ما أحكي معاها. وين يوقف يعني حلالة توقف؟ على الجسر النهر. على النهر، فوق النهر، والنهر للي ما بيعرفوا دمشق واللي ما بيعرفوا بمبنى تلفزيون سوري بساحة الأمويين، هو فرع من نهر بردة يمر بمبنى التلفزيون، فكانت توقف تتأمل هيك جمال هاي المساحة، جمال هاي هذا المكان، الجسر الصغير فوق نهر بردة اللي بياخدك بعدين على الشجيرات هاي اللي بتعبر هيك باتجاه جسر فيكتوريا وباتجاه مبنى دار الأوبرا والمباني اللي بعدها، والطريق كله هذا طريق طبعا يعني معشوقنا، هذا الطريق محفور شارع القوات لي محفور بشراييننا، ما بعرف أنا بحس. فلما صار إنه هي وقعت على بيان ما يعني اصطلح على تسميته فيما بعد ببيان الحليب لفك الحصار عن مدينة درعا، بعد ما تعرضت لحصار شديد وتجويع من قبل الفرقة الرابعة، الفرقة التابعة لماهر الأسد مباشرة، كانت منى واصف من أهم الأسماء الموقعة على هذا البيان اللي أعدته وصاغته صديقتنا السيدة ريما فليحان الكاتبة. تعرضت لإهانات شديدة، اضطرت يعني استدعيت مثل كيف بيستدعونا على يعني أو تم استدعائنا على أفرع الأمن، استدعيت منى واصف على التلفزيون لتدلي بتصريح يمكن يعني بناقض قناعاتها ولتعتذر عن توقيعها. هي وطالعة مع مجموعة من الفنانين، كان بيناتهم كندا علوش ويارا صبري وريما، كانت بتخيل ريما معاهم كانت حسب ذاكرتك، ما عاد اتذكر انا اسفة يعني. المهم هي وطالعة من مبنى الباب الزجاجي نفسه بيبعتوا لهم شبيحة يعني من التلفزيون السوري نفسه، أشخاص نحن بنعرفهم بوضعتهم وسفالتهم ويعني عدم قيمتهم، بيبعتوا لهم ياهم لحتى يلحقوهم ويقولوا كلمات بذيئة. حدا عم يمشي وراء السيدة منى واصف بقيمتها هي الكبيرة ويتجرأ أنه يقول يا بقرة يا بقرة، أنا آسفة على إعادة الكلمات بس هذا اللي صار بوقتها، يا بقرة أنت بدك ترضعي، أنت كذا، أنتو يعني أوصاف فعلا يعني بخجل أرجع أقولها. هذا الحدث صار بنفس المكان اللي كانت توقف فيه منى واصف لتتفرج على جمال المكان ولتتأمل هيك هاي اللحظات الأخازة بمرور نهر بردة تحت جسر ساحة الأمويين، تعرضت للإهانة بهذا المكان. أنا بهاي اللحظة صار عندي انفصال عاطفي ونفسي نتيجة تعرضها لهي المخلوقة للأذية، بين حبي للمكان وبين تعلقي بهذا المكان لأنه كنا تقريبا مثل منى واصف متعلقين فيه، وبين أنه خلص
هذا المكان هو مكان للإهانة، هذا مكان هو مكان تتعرض فيه هي القامات لهي الأذية، لهذا الحجم من الغدر، من الاستهانة، من الاستخفاف، من التشبيح. من لحظتها صابني حزن شديد على مناصف، صابني حزن شديد على يعني جزء من ذاكرتنا، جزء كتير مهم من ذاكرتنا. لهيك مبارح يعني أو أول مبارح انبسطت كتير إنه رجعت شفتها، رجعت شفتها بأجمل حالاتها، وبتمنى ما أشوفها من اليوم ورايح غير بأجمل حالاتها. لا أنا بدي يعني شاركك هاي المشاعر هي، لأنه كلياتنا عشناها، يعني عشنا تفاصيلها وعشنا الجانب المؤذي فيها الحقيقة، لأنه كانت أذية كتير كبيرة. طبعاً هي فقط نحن عم نحكي على مستوى يعني الوسط الفني بس، لكن الأذية الكبرى كانت للشعب السوري عموماً. هلا في شغلة كتير مهمة نحن ما بدنا ننساها مشان ما نشخصن الموضوع فقط عند مناواصل، أنه النظام السوري، نظام الأسد الأب ونظام الأسد الإبن، دائما بيحاول يفسد اي شيء جميل. وهذا الحكي يعني مش عم بتبلاهم، لانه اذا انت بتنبسطي مثلا بدعيد لحام بيروحوا بيشتغلوا على دعيد لحام ليصير شبيح، اذا انت بتنبسطي بفلان من الناس بيصير هذا الفلان هو هدف بحيث انه يطلعوه على الشاشه ويقولوا له حيي حافظ الاسد، حيي بشار الاسد. وفي فيديوهات موجودة على اليوتيوب بالمناسبة، حفلات كاملة بذكر الحركة التصحيحية كانوا يجيبوا الفنانين فيها، واللي ما بيجي يتم يعني وضع إشارة حوله. يعني حتى إذا بدك تشوفي القصة بتشوفي إنه في قامات حقيقية، ناس مهمين على مستوى الفن كانوا يضطروا يطلعوا، وفي ناس كانت يعني تطلع بمبسوطة لأنه كانت مستفيدة من النظام. هلا بالنسبه لمناواصف، مناواصف بال2009، بنهايه 2009 اخذت وسام رئاسه الجمهوريه وراحت على القصر الجمهوري ولبسها بشار الاسد، اعطاها هذا الوسام و يعني مشيت القصه وطلعت وقالت شكرا لرئاسه الجمهوريه، شكرا لبشار الاسد. وهذا امر طبيعي، يعني هذا جزء من البروتوكول اللي كان ماشي اصلا. هلا ليش صار التركيز على مناواصف؟ لأنه هي مناصر، هي المرأة اللي هي والفنانة اللي هي نموذجية، وقبل بسنة أخذ الوسام أنه تطلع تحكي هذا الحكي، يعني توقع على هذا البيان، بيان فك الحصار عن درعا. يعني كان عملية استهداف حقيقية لإلى ولا غيرها، يعني أنت بتعرف اللي وقعوا عدد كتير كبير، في منهم شخصيات يعني أصلا هي محسوبة على النظام، وقعت وأجبرت على أنه تسحب توقيعها وهددت يعني. هلا المشكله وين؟ المشكله لما بيكون في حدا مثل مناواصف وصلت الى هذا العمر، والله يمد بعمرها طبعا، ما عندها قدره على انه تكون غير شخصيتها وغير الشيء اللي هي يعني وصلت العائله تبعها لإله. يعني انت بتعرفي انه ابنها عمار عبد الحميد معارض، يعني معارض كان شرس وما زال يعني، ولكن ما هو موجود على الساحة كتير حاليا، بس لكن هو شخصية عنده تجربة مهمة بمعارضة نظام الأسد، ورغم ذلك هي كانت موجودة والأمن بيعرف والرئاسة بتعرف أنه هي أمه لعمار عبد الحميد، لكن هي موجودة في المكان لأنه هذا المكان بخصها. هي ما أنا عايشة بحضن بيت الأسد، هي عايشة بسوريا. أوكي سوريا المحكومة من بيت الأسد، بس لكن ضمن المنطق العام في استقلالية إلى حد ما. أنا شخصياً ماني مستفيد من النظام، أنا موجود لأني أنا فنان وإلي قيمتي وأنا ابن هاي البلد. هلأ وين المشكلة اللي يعني أشر عليها؟ أنه أنت لما بتضطري تاخذي قرار أنك تضلي بالبلد، أنت بشكل أو بآخر بتكوني عرفاني حالك أنه في ثمن رح تدفعي هو أنك تتعرضي لأذية هدول الشبيحة، مو بس بهي اللحظة اللي حكيتي عنها زوري، باللحظات الثانية. يعني لما بشار الأسد بده يعني بيعملوا له حفل بالقصر، قصر الشعب، مشان أنه والله تم إعادة انتخابه، تجي مناواصف على الحفل تستدعى مثل ما يستدعى غيره. هذا هو الإذلال، هذا هو ديمومة الإذلال
بمعنى انك انت ما ممكن تكون موجود بهي البيئه الا ما تمر من تحت هي المظله، الا ما تكون دائما يتم الموافقه عليك ووضع ختم السلطان على ادائك، على وجودك، على وجودك 100% وجودك بدمشق. وهي هي كشخص منى واصف ما حبت تطلع من دمشق، يعني ومثل ما عم تقول عرفت بلحظة من اللحظات، أنا متأكدة إنه ثمن عدم الخروج من دمشق سيكون نوعاً ما نوعاً ما الرضوخ أو المهادنة. ما بدي أقول رضوخ لأنه ما بنعرف وجهة نظرها حالياً. تماماً، المهادنة أو أو إظهار نوع من المرونة، إظهار نوع من المرونة. بقى الفرق هون بقى بين صعوده على خشبة المسرح أو على المسرح بالسعودية وذهابه لحفل بخص بشار الأسد أو لحفل تحت رعاية بشار الأسد، في حقيقة يعني هو شاسعة بين الشيئين، بين الظاهرتين أو بين الحفلين. ليش؟ لأنه هون بقى أنت على المسرح بالسعودية بتشوفها بقيمتها الحقيقية، بتشوفها إلى حد ما طبعا، بتشوفها مجردة عن الحسابات السياسية وعن الحسابات التشبيحية اللي لها علاقة بالأيديولوجيا تبع آل الأسد، كيف بيفكروا بالناس، كيف بيفكروا باستقطاب الأشخاص أو الشخصيات المهمة، لأنه استقطاب الشخصيات المهمة جزء من اشتغالهم لمدى سنوات لحتى يكون عندهم شو بيسموه الفاليديشن، يكون عندهم الاستحقاق. أنت كيف تحصل على الاستحقاق؟ بأنه يكون عندك فلان مهم، الاسم الفلاني يكون تحت باطك، الاسم العلاني يكون تحت باطك، فلان مثقف جيبوه، الشخصية الفلانية السيدة كذا عندها إنجاز مهم بمجال كذا يجيبوها، وإذا ما قدروا يجيبوها بيقتلوها معنويا. وهذا اللي حاولوا يعملوه مع منى واصف وغيرها كتير طبعا، إنه يقتلوها معنويا، يقتلوا معها معنويا دمشق اللي هي بتحبها. لهيك لما بتطلع منى واصف على المسرح بالسعودية بتطلع معها دمشق اللي بتشبهها، دمشق اللي بتشبهنا. بدي ضيف لكلامك، وبالأحرى بدي هيك روح باتجاه خاص بتفسير اللي عم تحكي. أول شيء في نقاش مستمر بالأوساط العربية على السوشيال ميديا حول أهمية ما يجري في السعودية، و يعني هي عملية التغيير اللي عم تصير باتجاه الانفتاح أكثر، باتجاه وضع يعني هذا البلد اللي له قيمة كتير كبيرة بالمنطقة العربية وله وزنه طبعا، وضعه على سكة الحضور العالمي. هلا هاد النقاش جزء منه هو متصل بالشعب السعودي، شو اللي بده إياه يعني. وبالتالي أنا بالنسبة لي يعني ما رح إجي أفصل السياسة عن هذا الحدث، بس لكن بدي أقول أنه أهل مكة أدرى بشعابها. نحن بالنسبة لنا هذا المهرجان عنالنا شيء لأنه كرم جزء من تاريخنا، لكن كيف كرم؟ هاي ما هو هون السؤال. هل جاب منى واصف عطاها درع حقه ما بعرف قديش، أنا أقصد بتقليل قيمته يعني درع كذا ونقطة، أم استعاد لحظة مهمة جدا 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 لم يسبق للسوريين أن عاشوها إلا من خلال تجربة الراحل مصطفى العقار بفيلم الرسالة، لما كانت منى واصف على نفس الأرضية وعلى نفس المستوى مع أنتوني كوين ومع إيرينا باباس، لدول نجوم العالم. بمعنى أنه نحن عندنا ممثلة اسمها منى واصف من حيث القيمة تساوي هدول الشخصيات. بهذا المهرجان والحوار اللي نقل يعني عن المستشار تركي آل الشيخ
واللي هو شخصية إشكالية كمان طبعا، بس لكن احنا ما رح نحكي عنها هلا حاليا، مو موضوعنا يعني. مو موضوعنا، بس هو الحوار اللي صار انه وذكر فيه اسم عمار اللي هو ابنه للست منى، انه هل كانت هي تقول له انه انا عندي رغبة اني اشوف أنتوني هوبكنز. هي اجتمعت مع أنتوني هوبكنز وشو بيقول لها تركي آل الشيخ؟ بيقول لها انه انت بالنسبة لي قيمتك مثل أنتوني هوبكنز، اذا ما كنتي يمكن احسن، ما بعرف انا الحوار كيف صار بالضبط، بس لكن هاي نقطة كتير كتير مهمة، انه نحن بالنسبة لنا هاي القيمة الفنية العالية وضعت وأعيد التذكير بوضعها على نفس المستوى والمرتبة. بدي أذكر بشغلة كتير مهمة. هنا واصف بعام 2009 بنهاية بعد التكريم أو بعد الوسام صرحت، قالت أنا عندي حلم أعمل على المسرح دور الأم شجاعة، والأم شجاعة طبعا معروف هي عمل مسرحي للكاتب الألماني العظيم بروتولد بريخت. وفعلا فعلا هي مسألة دور الأم اللي هي أصلا يعني شغلة لي، وأنا كتبت عنه شخصيا بهذاك الوقت، دور الأم اللي بتتقنه تماما بحكم عمرها وبحكم تجربتها وعملته دائما وما زالت بتعمله بالأدوار الدرامية وأدوار السينما، كانت بدها تعمله على المسرح دور الأم شجاعة. مين كان عامل دور الأم شجاعة؟ يعني بي 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 هيك الفن إذا بده يسجل إنه في حدا عمل هذا الدور، ميرل ستريب عملته على المسرح. وبالتالي نوع من المقاربة بالنسبة إلي أنا منى واصف هي ميرل ستريب. خاصة إنه نحن بنعرف إنه كانت هي زوجة المخرج محمد شاهين، وجزء من أعمالها كانت بي تحت إدارته، وهو عمليا يعني هو اللي أخذ بإيده بلحظة من اللحظات لما كانوا عم يشتغلوا المسرح العسكري. أنا بعتقد إنه القيم هاي اللي عم ينحكى عليها هون للأسف ببلدنا سوريا لا يمكن أنك توصلي لها لعدة أسباب. ما بدي بس إنه إحنا نفتح جبهة على النظام هلا حاليا، بس لا، لعدة أسباب، إنه نحنا تم تصغير قيمة سوريا كلياتها لتصير بحجم النظام، بينما سوريا هي أكبر بكتير من هذا الشيء. سوريا إذا بدك تاخديها فعلا تاخديها من هاي القيم العظيمة اللي بيعطوها إياها أولادها، وهن أصلا إذا بدهم يشتغلوا أو اشتغلوا على هاي القيمة بيكونوا عم يشتغلوا لأنهم هن سوريين. شوفي، في حدا سوري هلأ حاليا بيحكي لك شيء إلا ما بيقول لك سوريا سوريا سوريا؟ هذا الهاجس اللي نحن عايشينه واللي عايشينه الناس 13 سنة، نحن من 2011 وقلت صرنا بال 2024، سوريا على الطاولة، سوريا موجودة على الطاولة. وين ما راحت العالم رح تضل تفكر بسوريا. ومنى واصف من هاي الأرضية، يمكن ساعتها هي واقفة على نفس اللحظة اللي أنت حكيتي عنها، واقفة على الجسر فوق النهر الصغير اللي بيمر من قدام التلفزيون. اي صح، يعني عم نحكي بس مو مشان تنفعلي لهالدرجه. اي لانه لا، يمكن هاي من المشاهد الاخيره اللي بتذكرها، يعني قبل طلعتنا من التلفزيون، قبل طلعتنا من سوريا يعني عموما. إذا بدي أرجع للي قاله تركي آل الشيخ، يعني شهادته فيها أنه أنت بأهمية أنتوني هوبكنز أو أهميتك بتعادل أهميته، بجوز ناس كثير تقلك أنه يعني هي ما أنا بحاجة لشهادة من تركي آل الشيخ. يعني مين تركي آل الشيخ بالمحصلة؟ مو رأينا نحن هذا، بس أنه جزء من الحوار أنه الناس ممكن المونولوج تبعها أو الديالوج يكون هيك. بس الجانب اللي نحن بهمنا من الموضوع، من هاي الجملة تحديدا، انه انت باهمية أنتوني هوبكنز، انه رجع ظهر هذا الملمح من شخصية منى واصف، رجع ظهر الى السطح الشيء اللي منحبه،
الشيء اللي نحن بدنا اياه، الشيء اللي نحن بدنا نشوفه، الشيء اللي نحن بدنا اولادنا يشوفوه. وانا مصره على قصه انه اولادنا يتابعوا ويستعيدوا هذا التراث وهذا التاريخ من ايد النظام، لانه النظام عم يقاتل قتال لحتى يستحوذ مو بس على سوريا جغرافيا، على سوريا ثقافيا، على سوريا مسرحيا، على سوريا تاريخيا. فاستعاده هي التفاصيل بمكان جغرافي تاني غير قصر الشعب تبعه، قصر الشعب بين معترضتين، وغير مكان الأمكنة اللي هن بيرتادوها، وغير الأمكنة اللي هن مسيطرين عليها، وغير الفضاءات اللي هن خلقوها لحتى يعني يحتضنوا يحتضنوا هاي الشخصيات. وهي بالأساس مو احتضان، يأسروهم الناس بالأسر بسوريا. شعبنا السوري مأسور حاليا، أسير. فلما بتصير هاي القصة بفضاء ما له علاقة بهاي الأجواء الكئيبة المعتمة القاتمة اللي فرضها النظام السوري، أنا بفرح من قلبي، ويفترض غيري يفرح من قلبه. لحظة هيك بهجة نعطت لهاي الإنسان اللي هي بتستحق، اللي يمكن يعني لسه عشرات المرات أضعاف هيك هذا، وغيره وغيره. طبعا نتمنى أنه إيه يعني ليش لا، طالما الشعب السعودي سعيد بهذا الإنجاز نحن سعيدين لسعادته، وطالما الناس عم تستفيد. يعني أنا شفت من يومين الحفلة تبع صلاح الشرنوبي تكريم صلاح، ما في أجمل من هاي هيك الدقائق اللي تم فيها استعادة هذا تاريخنا. عم نستعيده تاريخنا، عم نستعيده اللي قدران إنه يرجع هاي البهجة لوجوه الناس بهذا الزمن الفقير بالبهجة صراحة، بهذا الزمن اللي مصر فيه، مصر العظيمة عم تفتقد لأدوات إسعاد الناس، لأدوات تصغير إمكانياتها كمان كدولة حاضنة للثقافة والفن. مصر العظيمة ما نحسنا تقوم بهذا الدور حاليا إلا بهيك بشكل متواضع للأسف. سوريا يعني سوريا عندها جرحة، عندها وجع. العراق عنده جرح وعنده وجع. إذا كان في أرض مثل أرض السعودية، لبنان طبعا، لبنان يا إلهي كان هيك حديقة خلفية هائلة لاستيعاب الفن والفنانين والمثقفين. أنا بتذكر بابا الله يرحمه كان يحكي لي إنه أي معارض، أي معارض بالثمانينات، فترة السبعينات والثمانينات، فترة الفترة المظلمة طبعا قبل، بس إنه الفترة المظلمة تبع حافظ أسد، أي فنان أو مثقف أو شاعر كان يلاقي، إذا ما لقى له مكان فقد مكانه بسوريا يلاقيه بلبنان. صحيح. نحن كتير مفتقدين للبنان، كتير مفتقدين لمصر، كتير مفتقدين للعراق، لسوريا طبعا بالدرجة الأولى. لا، إذا لقينا جزء من هذا الاحتضان بأرض عربية يعني كريمة مثل السعودية، ليش لا؟ ليش لا؟ يعني إيه، أنا موافق تماما بهذا الموضوع، موافق مع تحسين كل الشروط، تحسين كل الأوضاع بكل البلدان العربية، وحتى بهذا هي التجربة بالسعودية. أنا مع أنه تتطور أكثر وأكثر وتصير فعلا يعني مسألة مهمة جدا جدا جدا، وتصير فعلا كيف الأوسكار في أمريكا، وكيف الجوائز الأخرى بأوروبا وبالهند وبالأمكنة، يصير في عنا بالمنطقة العربية جائزة، ويصير في تكريم على القيمة وعلى العين فعلا. تكريم يعني لكل اللي بيستحقوه، ونتمنى يعني انه ما يصير في استثناء وما يصير في حسابات ضيقة، لانه متى ما بلشت الحسابات الضيقة ما بعرف اذا هي موجودة، بس انا يعني شفت انه في هيك بادرة حسن نية من حفل صلاح الشرنوبي لما استدعوا كل الأغاني المهمة اللي غنتها ذكرى من ألحان صلاح الشرنوبي، رغم أنه كان في إشكال كتير يعني كبير بين ذكرى والنظام السعودي بأيام بحياتها لذكرى، ولكن أنه يرموا هذا الشيء وراهم وما يعملوا حظر مثل ما عم يعمل النظام السوري حاليا على مثقفيه وفنانينه وإقصاء. فهي أنا بعتبرها أنه بادرة خير، بادرة خير كمان انه عم يفكروا بشخصيات رائعة مثل منواصف وغيرها وغيرها. ان شاء الله هيك يكون الحبل على الجرار،
وليش عم نرجع نقول انه مشان نختم انه منى واصف هيك عم نعمل مثل كانه عم نطلع تلفزيون يعني عم نختم ليش منى واصف؟ لانه هي جزء مهم من تاريخنا، من ذاكرتنا، من زوادتنا، يعني زوادتنا هيك لقدام، وفرحنا لها كثير حقيقه. هيك كانت لحظه هيك بريق فرح ضمن هال هيك بسياق هالاحداث المؤلمه المحزنه اللي عم تصير هلا، واللي صار لها 12 سنه او 13 سنه عم تصير بحياه السوريين، يعني بهالكثافه طبعا، لانه حياه السوريين كانت مليئه دائما للاسف. اي بقى مبروك يعني للست منى، وبنحبك كثير كثير. طيب هلا انا بدي اقول شيء، انه انا كثير مبسوط انك انت قررتي تطلعي على الشاشه بعد تجربتك السابقه اللي خلص ما عاد بدك ترجعي لها. مبسوط انك انت هلا عم تحكي قدام الكاميرات، كاميراتنا البسيطه طبعا. بس شو بدنا نسمي هذا الحوار؟ ثلاثه فوق برده.